الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أسلم وجهه لله واتبع هداه، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث على فترة من الرسل برسالة الإسلام الخالدة إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ما تتابع الملوان. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، موضوع خطبة هذا اليوم إن شاء الله تعالى في حقيقة الإسلام وحسنه، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. عباد الله، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أصول الإسلام الكبرى وأركانه العظمى التي لا بد منها عند القدرة والاستطاعة لصحة إسلام المسلم، ثم ذكر في أحاديث أخرى كثيرة تفاصيل حقيقة الإسلام وكماله وحسنه، كما وردت آيات كثيرة تبين معاني الإسلام المختلفة. نذكر منها قوله سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى إسلام الوجه لله تعالى صدق التوجه إليه بالقلب، والاستسلام لأمره ونهيه، والاعتراف ببطله وإحسانه، والاعتراف بفضله وإحسانه. فيكون معنى الإسلام هنا الاستسلام والتفويض مع الخضوع والخنوع لله تعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: لما رأى إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ومعنى أسلم استسلم لأمر الله تعالى وقام بتنفيذه على الفور، كما يرد الإسلام بمعنى السلم والسلام، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فسر جماعة من المفسرين السلم هنا بنقيض الحرب، باعتبار السلم من الأغراض الكبرى للإسلام، وما جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام إلا لتأمين الأمم وإدخالها في أمن وسلام، كما فسره بعضهم بدين الإسلام. وفائدة دعوة المسلم للدخول في الإسلام مرة أخرى هي التمكن منه والتغلغل في جميع أفراد جنسه من عبادة ومعاملة وسلوك وغير ذلك مما يدل عليه الإسلام ويشمله. وهذا المعنى العام للإسلام أدركه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ يعني أي خصال الإسلام خير؟ فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم
كل سائل بما يناسب حاله. فقال مرة: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فجعل هنا إطعام الطعام وإفشاء السلام خير خصال الإسلام، يعني بعد الأركان الخمسة المذكورة. وسئل مرة أخرى: أي الإسلام خير؟ فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فاعتبر صلى الله عليه وسلم سلامة الناس من أذى الإنسان أفضل ما يتصف به من خصال الإسلام. وأجاب مرة أخرى لمثل هذا السؤال فقال: الحنيفية السمحاء، ومعناها الاعتدال والوسطية من غير غلو ولا تفريط، إلى غير ذلك من الأجوبة النبوية في معنى أفضل خصال الإسلام. وكلها يراعى فيها ما يناسب حال السائل، مع أن باقي الخصال هامة كذلك. عباد الله، عندما نسمع هذه الأجوبة النبوية عن خير خصال المسلم، يتبادر إلى ذهن كل واحد منا أن يسأل عن خير خصال المسلم بالنسبة إليه. والأحاديث السابقة توحي إلى أن واجب المسلم المنوط به من قبل الدولة أو من أي جهة أخرى هو خير خصال الإسلام بالنسبة إليه بعد أركان الإسلام. فأفضل خصال الإسلام بالنسبة للأستاذ تعليم أبناء المسلمين الخير، وأفضل خصال الطبيب تخفيف معاناة المرضى والمتألمين، وأفضل خصال التاجر الرفق بالناس في المعاملة وإطعام الجوع والمحتاجين، وأفضل خصال الموظف القيام بوظيفته أحسن قيام. وقس على هذا كلما نيط بأي شخص من المهام والمسؤوليات تجد التكامل والتكافل بين المسلمين، كل في ثغره يؤدي الأمانة ويحفظ العهد ويسهر على أداء واجبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله وإنا منه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث النبوي الشريف يعتبره العلماء ربع الدين، مع ثلاثة أحاديث أخرى نظمها بعضهم فقال: عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. وذلك لما في ترك ما لا ينبغي، وذلك لما في ترك ما لا يعني المسلم من راحة له ولغيره، وبدلا من ذلك ينشغل بما يعنيه من أمور دينه ودنياه فيسلم ويسلم منه غيره. ولا يتعارض هذا الحديث النبوي الشريف بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. فهذا يدل على أن المسلم مطالب بالاهتمام بأمر المسلمين حسب موقعه واستطاعته، والنصح لهم ونصرتهم والدعاء لهم والسعي في جمع كلمتهم خلف إمامهم واحترام ثوابتهم الدينية والوطنية الجامعة لأمرهم، والأخذ بها والدفاع عنها لما ضمنته من الأمن والاستقرار والطمأنينة ووحدة الصف.
أما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فيفيد عدم انشغال المسلم بالقيل والقال والغيبة والنميمة وتتبع عورات الناس ونقل الأخبار لغير حاجة والانشغال بوسائل التواصل طول يومه باحثاً عما لا يهمه ولا يفيده من الأحداث والأقوال والأباطيل. فذلك ما يستفاد من الحديث النبوي الشريف إذ يقول صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه عموما، بقوله تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان. اللهم انفعنا بمحبتهم، واحشرنا يا مولانا في زمرتهم، ولا تحد بنا عن نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. وانصر اللهم من قلدته أمر عبادك المؤمنين، عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصرا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه بما حفظت به الذكر الحكيم، وبارك له في صحته وعافيته حتى يحقق كل ما يصبو إليه من رقي وازدهار بما يعود على شعبه ووطنه وأمته بمزيد من العز والمجد والسؤدد والافتخار، آمين. وأقر عين جلالته بولي عهد المحبوب صاحب السمو الملك الأمير الأمجد مولانا الحسن، وأنبته اللهم النبات الحسن، وشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملك الأمير الأمجد مولانا رشيد، وبباقي أفراد أسرته الشريفة، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وارحم اللهم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما واجعلهما في مقعد صدق عندك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كرباتنا ويسر أمورنا واقض حوائجنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا تراسوا يرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادفع بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم، السلام عليكم. يا للجلال، لا
إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وفضائله. الحمد لله رب العالمين، فاتحة للوالدين ولكافة المسلمين والمحبسين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصر وبارك في عموره، اللهم وفقه للخير وأعن عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم أصلح أمور المسلمين أجمعين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم سليما عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.